سؤال حلقتنا النهاردة: مصر كان فيها قديما 7 أبواب، يا ترى أسماء ال7 أبواب إيه؟ باب أوضتي وباب الشقة، باب أوضتي أخويا وباب الحمام. حضرتك برنامج إيه حضرتك؟ باب المطبخ وباب الحمام. 5 أبواب. آه. إيه هما ال5 أبواب بقى؟ باب زويل. أيوة. إيه الحلاوة دي؟ ربنا يخليك، شكرا. ده شعرك ده ولا شعر حد تاني؟ لا شعري. شعرك؟ ربنا يحافظ لك عليه يا رب. ماشي، وانت اسمك ايه؟ ادم. ادم، اهلا بيك يا ادم. الحمد لله. قولي بقى، مصر فيها كام باب؟ باب اوضتي باب اوضتي وباب اختي وباب اخويا. كده 3، فاضل كام باب؟ باب الشقة صحيح. باب الشقة وباب الحمام. باب الحمام؟ تمام. وايه تاني؟ نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع لعيب كورة. نفسك تطلع لعيب كورة؟ اه. بتسمع كلام بابا وماما ولا لا؟ لا لا. انا هديك شوكولاتة عشان انت صريح وجاوبت اجابة صح، بس توعدني تسمع كلام بابا وماما. اوكي؟ وانت بتسمع ولا لا؟ بسمع. ايه ده؟ احنا هنشوف. عجبتنا عجبتنا، عجبتناش خلاص. لا. انت لسه هتشوف صفحتي، لو عجبتك هتتابعني؟ اه. ولو ما عجبتكش؟ مش هتابعك. طب والشوكولاتة اللي انت خدتها؟ ما اشوف. اسمك ايه؟ يامن. يامن؟ اه. بتسمع كلام بابا وماما ولا لا؟ لا لا. ليه كده طيب؟ معرفش. مش المفروض الولاد الشطار بيسمعوا كلام بابا وماما؟ اه. طيب توعدني تسمع كلامهم عشان اقابلك المره الجايه واديك هديه كبيره؟ ماشي. النهارده هديك حاجه بسيطه، هديك شوكولاتايه، بس المره الجايه لما تسمع كلامهم هديك هديه كبيره قد كده. ماشي. طيب. مش تسالني هشتغل ايه؟ هتشتغل ايه لما تكبر؟ انا هشتغل بتاع دي جي. بتاع دي جي؟ اه. وانا اشمعنى لعيب كوره؟ اشمعنى بتاع دي جي؟ اصل انا بحب بتاع دي جي. تحب بتاع دي جي؟ اه. اصل ربنا يوفقك. اغاني كتير عندي، منزل اغاني كتير عندك. اه. طيب المفروض تبقى بتاع دي جي بس برضه تبقى دكتور مهندس، يعني تبقى حاجه كويسه في المجتمع. ايوه. وانا ممكن اشتغل حاجتين، بس انا هشتغل مهندس وبتاع دي جي. ممكن تشتغل 13 حاجة، أنا بشتغل 50 حاجة مع بعض. بس أقول لك نصيحة، يعني أنا لو حد سألني هقولها له، لو ركزت في حاجة واحدة هتنجح وتكسر الدنيا. اه. بس أهم حاجة تسمع إيه؟ كلام بابا وماما. كلام بابا وماما. سمعنا كتير ورق. والله قالوا في الورق في ورق كتير، فعشان كده جيت أشوف الورق مش لاقيه. اه. لماذا سميت الورق بهذا الاسم؟ مش عارف والله، أنا جيت لقيتها كده. انت جيت لقيتها كده؟ اه. مصر فيها 7 أبواب. اه. تقدر تقولهم لي؟ باب اوضتي. باب اوضتك. باب اوضتي اخويا. باب اوضة اخوك. باب اوضة ابويا. باب اوضة ابوك، الله اكبر عليك. باب اوضة اختي. وباب اوضة اختك 4. الحمام. وباب الحمام 5. وباب الشقة. وباب الشقة 6. وباب الشارع اللي تحت. وباب الشارع اللي تحت، سقفوا له الاجابة غلط. الاجابة غلط، بس انت هتتفرج عليها عشان تشوف الاجابة الصح. حظك على نص الشوكولاته.